السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. معتقلو الثورة بصنعاء وحجة يبدأون إضرابهم عن الطعام. وزير الثقافة يتهم المافيا العالمية باستهداف التراث اليمني. أهلا بكم، بداية النشرة أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن اليوم عدد من شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بمحافظتي صنعاء وحجة عن بدء إضرابهم عن الطعام ورفض استقبال الزيارات احتجاجا على عدم الإفراج عنهم، على الرغم من مرور 3 سنوات على اعتقالهم بدون تهمة حقيقية. ويأتي إضراب المعتقلين والبالغ عددهم 5 في السجن المركزي بصنعاء و19 في السجن المركزي بحجة في ظل تجاهل رسمي وصمت حقوقي عن قضيتهم العادلة. وعبر المعتقلون عن استغرابهم من استمرار احتجازهم وتخلي قوى الثورة المختلفة عنهم وتقاعسها عن الضغط على الجهات الرسمية لإطلاق سراحهم. إنه لا يسفنا أن ينتهي مؤتمر الحوار الوطني وتنص وثيقة الضمانات على الإفراج عنهم دون أي عائق أو أي فتش أو أي جرح في هذا النص كاملا، إلا أنه إلى اليوم لم يتم ذلك. أهم المستجدات أن هؤلاء الناس لا زالوا محتجزين لقرابة 3 أعوام دون محاكمة عادلة، خاصة الذي في حجة لا توجد أي محاكمة عادلة، هناك محاكمة مخالفة للقانون وصل بهم الحد إلى أن يتم اختطاف الشهود. صرح مصدر عسكري مسؤول في المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت أن عناصر إجرامية غادرة أقدمت الجمعة على ارتكاب مجزرة بشعة بحق أكثر من 15 جنديا تابعين للواء 37 مدرع بالخشعة وإصابة عدد آخر أثناء عودة المقاتلين من أداء صلاة الجمعة. وأوضح المصدر لسبتمبر نت بأن هذا العمل الإجرامي الغادر استهدف موقعا على مدخل مدينة شبام، مؤكدا أن من ارتكب هذه الجريمة البشعة لن يفلت من العقاب. وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة بالمنطقة باشرت عملية الملاحقة والتحقيق للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأهب المصدر بكل رجال القوات المسلحة والأمن أخذ الحيطة والحذر حتى لا يحقق المجرمون القتلة أهدافهم البشعة على حساب دم منتسبي القوات المسلحة أو المواطنين الشرفاء أو مكاسب العمل السياسي السلمي. من المتوقع أن توزع بريطانيا خلال اليومين القادمين مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي لدعم وثيقة مخرجات الحوار الوطني في اليمن واتخاذ إجراءات ضد معرقليها ودعم جهود صنعاء من أجل استعادة الأموال المنهوبة. وكانت بريطانيا أجرت مشاورات مع الولايات المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن بشأن صيغة مشروع القرار. وقال دبلوماسيون إن بعض الدول ترغب في أن يسمي أي قرار صادر من المجلس الرئيس المخلوع علي صالح بالاسم. وفي ذات السياق أكد سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر أن الدول الأعضاء 15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية في اليمن، وقال إن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات. كشف الدكتور عبد الله عوبل وزير الثقافة أن التراث اليمني يواجه هجمة شرسة وعبث مستمر، وأن مافيا عالمية تقف وراء هذه الهجمة في سوق سوداء خصصت للتراث اليمني، مستغلين في ذلك الأوضاع التي تمر بها البلد. وأوضح في كلمة ألقاها أمام العاملين في دار المخطوطات بصنعاء أن الشعوب تتفاخر بما لديها من التراث وحضارة ومعمار قديم،
وكل ما يشير إلى العراقة والأصالة. هذا وكان رجال المراقبة والتفتيش بخفر السواحل ضبطوا أمس مجموعة من الآثار التاريخية اليمنية القديمة كانت معدة للتهريب عبر المنفذ البحري لبوابة ميناء المخا إلى أحد دول القرن الإفريقي. أقام التجمع اليمني للإصلاح في عزلة المجانح بمريس لقاء موسعا ناقش تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حضره العديد من القيادات الشبابية والوجهاء والمشايخ. وفي اللقاء تحدث رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة الضالع الأستاذ محمد عبد المجيد بعباد بكلمة أوضح خلالها أهمية مخرجات الحوار الوطني وضرورة تنفيذها. من جانبه قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور محمد مسعد العودي أن الشعب اليمني هو المعني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وعبر العودي عن تفاؤله الكبير بتنفيذ تلك المخرجات، مشيرا إلى أن المؤسسات التشريعية مجلس النواب والشورى ستدعم بالقوى التي لم تكن ممثلة فيه من السابق، وستكون القرارات فيها توافقية، وهو ما سيضمن تنفيذ مخرجات الحوار. قالت مصادر محلية بمحافظة صعدة إن ميليشيات الحوثي شنت حملة تهديدات ومضايقات للمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بنجاح مؤتمر الحوار الوطني. وأوضحت تلك المصادر أن أبناء منطقة العلا بمديرية رازح قاموا بإشعال بعض الألعاب النارية وإظهار فرحتهم باختتام مؤتمر الحوار الوطني ليلة الأحد الماضي، غير أنهم فوجئوا في صباح اليوم الثاني بحملة تفتيش ومداهمات لبعض منازل المنطقة من قبل ميليشيات الحوثي التي حذرتهم من الاحتفال بأي مناسبات دون الرجوع إلى قيادات الحوثي في المنطقة، وتوعدت كل من يخالف هذه التعليمات بالسجن أو التهجير من المنطقة. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. معتقلو الثورة بصنعاء وحجة يبدأون إضرابهم عن الطعام. وزير الثقافة يتهم المافيا العالمية باستهداف التراث اليمني. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل دوت نت. لم نتقل لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.